حبيبي. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. كايرو 24 عملوا لي لقاء صيتني صراحه، ربنا يخليكم. طبعا الحمد لله رب العالمين، والتوفيق من عند ربنا عز وجل، بس هي معتمده على الاجتهاد اكتر. يعني ربنا عز وجل بيدي نفعته، بس لو مش ملاقيك مجتهد مش هيديك حاجه. فاحنا بنسعى ورا النجاح دايما، والحمد لله رب العالمين. رحنا الاستاذ هاني محروس، جبنا غنوه الفيلم بعد الشر بتاع علي ربيع. استاذ هاني محروس صراحه ربنا يبارك له، هو استاذ كريم السبكي. ما انا عارف، بس الغنوه دي خلتنا عالميه شويه، يعني خلت العالم كله مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونه والمدارس الاجنبيه بتاعت الكوره والكلام من ده بره بفيديوهات والكلام من ده، باثبات ان هي نجحت. فهيك ما كانتش حصلت معانا. ربنا في نيه صافيه ما بين الاربعه اللي بيغنوا، منتج الغنوه الحاج احمد السبكي، اللي جايب الغنوه نفسها واسسها، بالمؤلف، بالمؤلف، بالملحن، بالموزع، كده، هو استاذ هاني محروس. في نيه حلوه. انا بعمل فيلم ينزل 11/1 ان شاء الله، اسمه محمد صحلانه وامين. لا مش دراما، فيلم كوميدي جميل. لا محدش كلمني، بس انت عادي. انا قولوا، انا عينيا، انا بحبكم جدا، وبحب الصراحه 24. اوه ستالانا ستالانا، بحب كايرو 24.